تستمر موجة الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية رغم قيام السلطات بقمع واعتقال المتظاهرين. وخرج الإيرانيون في مظاهرات متفرقة احتجاجا على استمرار تهاوي الاقتصاد الإيراني الذي ينعكس على الجانب المعيشي، وطالبوا بإصلاحات عاجلة لإنقاذ العملة الإيرانية. وهتف المحتجون بشعارات تنادي بوقف الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة، والتي يرى الإيرانيون أنها السبب وراء العقوبات الدولية وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد. كما طالب المحتجون السلطات الأمنية والقضائية بالإفراج عن المعتقلين ووقف التعذيب الممنهج الذي يتبعه نظام الولي الفقيه في مختلف المعاقل المنتشرة في أرجاء البلاد.